جبران باسيل عاد من قطر يوم الثلاثاء الماضي. فور عودته ذهب للقاء وفيق صفا وقال له أنا بين باريس والدوحة سمعت كلام لم يرضيني وأنا ضد الطروحات اللي عم بسمعها، وطلب لقاء السيد حسن نصر الله. لم يسمع جوابا كما يريد، أو لم يسمع جوابا يرضيه، لا عن المحضر اللي بلغوا حول لقاءات باريس والدوحة ولا حول لقاء السيد نصر الله. فبدأ الاشتباك الحكومي. هذا الموقف اللي عم بيعبر عنه اليوم جبران باسيل يستهدف فيه حلفائه أكثر مما نجيب مئاتي. يستهدف حزب الله يعني طبعاً. درجة الأولى، وأنه كل الكلام، وأصلاً حزب الله بيعرف أنه كل الكلام اللي تسرب من باريس، أنه وقت اللي بيقول لك أنا ما حدا بيمون علي، أنا ما بمشي بالابتزاز، أنا ما حدا مين بيعطيني ضمانات، مين عم بيقصد؟ شو عم بيقصد، نجيب مئاتي ولا هكتور حجار؟ هذا الكلام وهذا الموقف الحكومي هو اشتباك رئاسي على خلفية ما سمعه في الخارج، والذي اعتبر أنه معاكس لكل حساباته السياسية والرئاسية. فمشان هيك المشكل هون. هلا في إيجابية وحيدة حصلت اللي ضويت عليها حضرتك هلا بالمقدمة، أنه إيه بينوا هودي الشباب الـ 24 اللي صلوا قاعدين 15 شهر تحت وجوه بربارة، وأكثر مش بس هني، رفيق حسين بيعرف أنه جبران باسيل صار له 6 شهور بيقول أنه حدا بيعرف عبد الله ابو حبيب وين، شو جابوا لنا عبد الله ابو حبيب منه عنا، بلغ نقول نصيف وبلغ عصام فارس انه عبد الله حبيب منه عنا، وليد نصار شو عندي، ما هو وخيه عند نجيب مئاتي. هلا تبين انه لا، الشباب كلهم تلاميذ شاطرين ومنضبطين. السؤالين يلي بعدهم مطروحين هو انه امين سلام ليش شاذ، البعض عم بيقول طموحاته بالسرايا، وفي سؤال وزير التشناك يمكن رفيق حسين عنده معطيات عنه. حسين ايوب، الاشتباك السياسي اللي بلش فيه الاستاذ جان عزيز يلي عبرت عنه مجريات هاليومين، هالاشتباك شو رح ينتج عنه؟ لا، اول شيء خليني اعمل يعني كمان بالسياق اللي كان بلش فيه زميلنا. انت من خلينا نحكي اقل من 2005 لهلا، 2005 ل 2022. انت كان عندك نموذج حكومة السنيورة الأولى يلي انسحبوا منها الوزراء الشيعة واليتيم يعقوب صرف، حكمت البلد من 2006 إلى 2008 بغياب مكون أساسي عن هذه الحكومة، وسميت وقت ذاك الحكومة البتراء. كل قرارات لهذه الحكومة بالمناسبة بعد ساري التنفيذ ولا انسحب منها قرار ولا شيء. هذا نموذج. عندك نموذج تاني، حتى ما نطول بالنماذج، عندك نموذج تاني حكومة تمام سلام. حكومة تمام سلام راحت على صيغة المراسيم الجوالة، 24 وزير بيحلوا محل رئيس الجمهورية على مدى سنتين ونص. مع جلسات. مع جلسات لمجلس الوزراء. رحنا على النموذج الثالث. النموذج الثالث هو حكومة حسان دياب، 11 شهر من تصريف الأعمال ولا جلسة عملتها، بما فيها كان في مطالبة إنها تعمل جلسة بعد انفجار مرفق بيروت. صحيح. وفي 200 شهيد وفي آلاف الجرحى، في عشرات آلاف المهجرين والتدمير اللي ببيروت، وفي ملف صحي طبي طويل عريض يومتها، وما صار في جلسة لمجلس الوزراء، وكان في رئيس جمهورية، وتمت الاستعادة عنا بالمجلس الأعلى للدفاع أو بالمراسيم أو إلى آخره. طيب جينا على حكومة شو اسمه اليوم الرئيس مئاتي. طب من الرئيس مئاتي اول ما تشكلت الحكومه غابوا الوزراء الشيعة عن الحكومه، فقام قال الرئيس مئاتي كمان انه انا ما بدي اعمل جلسه بغياب مكون اساسي، وتعطلت الحكومه فتره الى ان انحلت هذه المشكله. طيب انت اذا بتحط هودي النماذج قدامك، اربع خمس نماذج من 2005 مرحله السياده والحريه والاستقلال، بتلاقي عمليا انه ما في نموذج فيك تحطه، بالتالي الموضوع بالسياسي مش بالدستوري، ما حدا بيقدر يقول لك. وهذا عمليا صراع ديوك على السلطة، على بخلفيات اليوم باللحظة الحالية خلفيات رئاسية. في مجموعة نقاط أنا حابب ضوي عليهم بسرعة. أولا، طابخ السم أكله. بأي معنى؟ اليوم بين عندنا في تلت معطل، والتلت المعطل هذا عمليا نتيجة مساومات تحت الطاولة فوق الطاولة انعملت. إجا اليوم ونقال كل هالفترة الماضية أنه انتاخدوا الوزراء من عند جبران باسيل، صار واحد هون وصار واحد هون وترتب وضعه إلى آخره، وهذا بطل هون إلى آخره. إجا اليوم جبران باسيل قال لا، أنا التلت المعطل موجود عندي، تفضلوا هيا على الطاولة. طيب
هل قدر يفرض هذا الثلث المعطل بعضلاته أو بأخطاء الآخرين؟ هذا بيطرح لك علامات استفهام، ماذا يملك من أوراق قوة؟ أنا هون عم ينسأل كان عن سؤال له علاقة بوزيرين اللي هني أمين إسلام وجورج بوشكيان. جورج بوشكيان يعني أنا برأيي تقديري شخصي بيطرح علامة استفهام حول لأنه كان في اطمئنان كتير كبير إلى أنه سيحضر هذا الوزير، كان محسوم 100% أنه سيحضر. هل تم الضغط من خلال موضوع الطعن بالمتن الشمالي اللي قدمه زميلنا جاد غصن، وبالتالي اللي هذا كان بده بيطير راز الحاج بحل محله للقوات الأرمنية بيطير أجوب بخر الدنيان؟ فهل وأنا متيقن إنه الموضوع السياسي دخل وتحديدا الرئاسة دخل إلى موضوع الطعون، وما حدا يقلنا إنه المجلس الدستوري منزه وما له علاقة نهائيا. في طعن حصل في الجنوب كان ممكن يكون مصيره مثل الطعن اللي انعمل بفيصل كرامي لاعتبارات السياسية والرئاسية كانت هي الحاكمة بهذا الموضوع اللي هو تحديدا موضوع الطعن بالجنوب. مروان خير الدين في اعتبارات إلى علاقة بالصلب الموضوع الرئاسي. ما رح تفصل بالموضوع شو بقوله لأنه في تمني أنه ما كان ينحكى عن الموضوع بالإعلام. تمني من مين؟ تمني من المعنيين اللي لأنه الموضوع حساس له علاقة بالمجلس الدستوري. نعم. يعني أنت عم تحكي عن قضاة يعني هلأ أنا بخبرك عنه. يا